نعم يا شافكي، احتفالاتنا مستمرة ومن ساحة كنيسة المهد وبمدينة بيت لحم بفلسطين. أعياد الميلاد المجيد مستمرة ورح ننقلكم إياها من أربع بلدان، من العراق والأردن ومصر وفلسطين. فلسطين اللي لها النصيب الأكبر من السيد المسيح عليه السلام، وهذا اللي رح يتابعه مشاهدنا من خلال شاشة بيت للكل. كنيسة المهد واحدة من أقدم الكنائس في العالم، وترتبط قدسيتها بأن كانت الشاهدة على ميلاد المسيح عيسى عليه السلام لتكون مهده الأول، وهذا منحها كل هذه القداسة التي ميزتها عن سائر الكنائس حول العالم. تحتضن الكنيسة بين جنباتها الطاهرة أديرة يونانية ولاتينية وأرثوذكسية وفرانسيسكانية وأرمانية موحدة رعايا الرب بأربعة عشر شعاعا لنجمة فضية تشير إلى معجزة الميلاد المجيد. تشكل الكنيسة بما تمثله من رمزية دينية طاغية مثار اهتمام بالغ لدى القيادة الفلسطينية التي توليها كامل الرعاية من خلال عمليات الترميم وتوفير كافة احتياجات الصيانة والمستلزمات الأخرى حفاظاً على هذا الموروث التاريخي والديني. بيت لحم زاخرة بالقداسة وكأنها أيقونة وجدت لتروي حكاية السماء، فشارع النجمة المزدان بالتحف المشغولة يدوياً والمغرقة بالرمزية العالية، وهو الشارع الشاهد على حقيقة الرواية وأصولها، لم يتوقف عن الحياة منذ 2000 عام، يعيد للأذهان رحلة العائلة المقدسة إلى مغارة المهد وصولا إلى مغارة الحليب، حيث يأمها اليوم كل من يدعو الخالق أن يهبه البنين من أبناء شعبنا من المسيحيين، كما وهب بمعجزته الحليب للمسيح عليه السلام.